توقف دام أكثر من شهرين عانى منها قطاع المطاعم والمقاهي بسبب الإغلاق التام أمام الزبائن، إلا أن انحسار أعداد الإصابات ودخول الأردن في منطقة المعتدل الخطورة دفعت الحكومة الأردنية إلى إصدار مصفوفة تتضمن عودة العمل في كافة القطاعات مع بعض الاستثناءات، حيث أكدت الحكومة على أهمية عودة قطاع المطاعم الذي يسهم في تشغيل آلاف الأردنيين الذين تضرروا جراء الإغلاق. في مساحة تقريباً متر بين كل طاولة وطاولة، التعقيم وراء كل زبون، قياس درجة حرارة الموظف أول ما بدخل دوامه مع ساعة دوامه، الكمامة، الجلافز، تعقيم الطاولة وراء كل زبون، أمور الهايجين اللي يعني أنا بدي أحكي لك تقريباً نسبة 80% أو أكثر يمكن من قطاعنا بيشتغلوا هذا الحكي من قبل. فيما أثر تقليص ساعات الحظر الشامل على حركة البيع والشراء في محلات الحلويات، بينما تعمل المحل والمطاعم على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لجنة الأوبئة لضمان سلامة العاملين والمواطنين. قطاع المطاعم بيشغل ما يقارب دايركت 35,000 وإن دايركت مينيمم 60,000، غير أنه بجر معه موردين، أصحاب أملاك، يعني عجلة اقتصاد. يعني هاي كان القطاع من أهم الشغلات اللي بالسياحة اللي وافة. فترة الإغلاق كانت تقريباً بحدود 77 يوم، مش شهرين، أكتر يعني شوي. وهلأ إحنا بحاجة لأنه نرجع نوقف على رجلينا، وإنت بتعرفي عندنا بعمان أو بالأردن بشكل عام إن جنرال نشاطات كتير، ما في غير الكافيهات الواحد يطلع عليها. كما شهدت شوارع العاصمة عمان والمحافظات الأخرى نشاطاً غير عادي في حركة السيارات والتجول في الشوارع والتردد على المطاعم والمقاهي بعد إعلان الحكومة عن نجاحها في السيطرة على الوباء وكبح جماح انتشاره. إطلاق المصفوفة التي تتضمن عودة القطاعات وزيادة ساعات خروج المواطنين من المنازل من شأنها أن تفتح الباب أمام تسجيل مزيد من الإصابات إذا لم يلتزم الجميع بتطبيق معايير السلامة العامة. دام الكردي، قناة الغد، عمان.